بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع ذهب. الدنيا يا جماعة بتتطور، وكل يوم من وقت للتاني بتطلع لنا حاجة جديدة. كتير مننا يا جماعة بيحب الراديو، بيحب يستمع إذاعة القرآن الكريم، يستمع على إذاعة اللي إذاعة أم كلثوم، عايز يسمع مزيكا أو أغاني أو ما وا بس عايز يسمعه بصوت صافي، صوت استيريو. فطبعا في كتير من الأحيان ما بيقدرش يحصل على هذا الطلب نتيجة لحاجات كتيرة، نتيجة مثلا التداخل اللي بيحصل من الأجهزة الخارجية على أجهزة الراديو. يعني مثلا موجة الاي ام دي لو ماشي موتوسيكل كده جنبك ممكن يأثر عليها ويلقط من الموتور ترددات منها فتأثر على التشويق عليه. يعني أي ترددات خارجية من مثلا لو حتى ترانس أو شاحن موبايل أو موتور تلاجة مثلا بايظ ممكن يأثر على هذه الموجات ويدينا شوشرة عالية ويحصل وفي بعض الأحيان يحصل تداخل. نلاقي فطبعا زمان حاولوا يعملوا حاجات تمنع التداخل، ونجحت في بعض الايه في بعض الحاجات. على سبيل المثال لما نيجي نشغل راديو على راديو على الكهرباء العمومية نلاقي الصوت اتأثر وحصل تداخل وحصل شوشرة عالية وسوء استقبال للمحطات وحاجات زي كده. فكينا نركب البطاريات العادية أو نشغل على بطارية مثلا اللي هي 12 فولت أو 6 فولت أو الحجيرة الصغيرة دي، بيتحسن الصوت وبيقل إيه الطنين فيه والشوشرة. لكن ده برضو مش كفاية. الإف إم يا جماعة طبعا مع التطور ظهرت موجة الإف إم، فطبعا نتيجة لوجود اللي هي المحاميل أو الأبراج بتاعت الإذاعة بتاعت باستقبال بتاع المحاميل اللي بتقفوا له عمارات أثرت طبعا على الإم. فطبعا اضطروا يذيعوا قنوات على الإف إم اللي هي ما بتتأثرش بترددات بتاعت المحمول أو بتاعت الأجهزة اللي احنا بنستخدمها. لكن برضو نسبة الشوشرة يعني ممكن يحصل تداخل او ضعف موجة الام دابيو لو هي مثلا ايه بين عماير عالية، بين جبال، بين منطقة شجرية كبيرة. يعني برضو بيحصل اللي هي مثلا قطعت خالص، فطبعا محتاجين نحط الاريال في مكان مفتوح فوق العمارات خالص، فوق جبل، فوق شجرة، المهم يكون عالي. ولكن مع التطور برضو يا جماعة ظهرت موجة الراديو اللي هو الدش اللي هو اللي نقول عليه اللي هو اللي بيستخدم الإذاعة الرقمية أو البث الرقمي الدي اي بي. الدي اي بي يا جماعة ده اختصارا الدي اي بي موجة من الموجات اللي هي تم يعني ابتكروها بعد الموجات التانية اللي كان فيها بعض الايه الاخطاء يا جماعه اللي هي دي اي بي الديجيتال اوديو برود كاستنج، وده معناها اللي هي الاذاعه الرقميه او البث الرقمي. طبعا الدي اي بي بيستخدم في كتير من الايه من البلدان حول العالم دلوقتي، ولكن يا جماعة أمريكا رغم تقدمها ما بتستخدمهاش، بتستخدم نظام تاني نظام الـ HD راديو بدل DAB. ونظام الـ DAB يا جماعة ده بدأ أصلا في أوروبا كمشروع بحثي أوروبي في أوائل الثمانينات كده، ولكن ممكن طبعا يعني في ناس ممكن تسأل الراديو الدي اي بي افضل ولا
الاف ام؟ اقول له لا طبعا الاف ام كويس، بس الدي اي بي اللي هو الاستقبال الرقمي افضل بكتير في جودة الصوت، مفيش شوشرة، مفيش تداخل بين المحطات، لاما في شوشرة جامدة لاما مفيش، فلا يوجد شوشرة او تداخل من اي ضوضاء خارجية او استقبال لحاجة تأثر عليه، اما ان تكون داخل المنطقة بتاعت البس او النطاق بتاع البس او خارجها، يعني دي صوت مية مية، مفيش شوشرة، مفيش تداخل من اي اجهزة تانية، مفيش تداخل بين بين المحطات. وان شاء الله هنشوف مع بعض كده بعض الاجهزة والاشكال الاجهزة. طبعا بتتصل اجهزة الراديو اللي هي الذكية بقى او اجهزة الراديو عبر الانترنت عبر الواي فاي، يعني في بعض الاجهزة الذكية من الدي اي بي بيتم اتصال، يعني بتستقبل عبر الواي فاي، يبقى انت عندك واي في البيت منها، بس برضو طبعا تسمع محطات رقمية جميلة جدا، لكن برضو في ما بتشتغلش بالايه بالواي فاي مباشرة، يعني يتم الارسال الى محطات ابراج، محط برج يعني بواسطة النت الى ابراج البث، وانت من الراديو بتاعك بتستقبل من هذه الابراج عادي كأن محطة عادية يا جماعة من المحطات الاي ام مثلا او الاف ام، بس بهي المحط اللي هي الابراج دي بتستقبل عن طريق الانترنت، فممكن تستخدم مش محتاج بقى انترنت عندك، انت بتستقبل البث على طول من الابراج ديك، والابراج اصلا بتاخد الاشارة عبر الانترنت، ولكن في اللي هي الذكية وخصوصا اللي بتتركب في العربيات دي كده الاستقبال عشان تشتغل على الايه تشتغل بالانترنت. طبعا ايه الفرق بين الدي اي بي والدي اي بي بلس؟ طبعا الدي اي بي بلس دي يعني اي بي اكثر تطور، يعني هو اصدار مطور من راديو الدي اي بي الرقمي الذي يخليك تستقبل محطات اكتر، يعني ده نظام زي كده اصدار جديد، زي ما يكون في اصدار قديم عندي من برنامج ده اصدار اجدد فيه ميزات اكتر. وزي ما قلت الراديو الدي اي بي اللي ممكن يعمل بدون واي فاي، وفي منه اللي بيعمل الواي اللي هو بيشتغل بالواي فاي وخصوصا بتاع العربيات. طبعا بتظهر محطات الراديو على الفور ولا تحتاج الى الايه الانترنت، وفي نوع تاني بيحتاج الى الانترنت وبيديش شوشرة. طبعا النظام ده يا جماعة اللي هو النظام الرقمي الدي اي بي موجود في بعض البلدان الاوروبية وقليل من البلدان العربية تقريبا زي الامارات والسعودية، يمكن مصر لسه ما وصلناش، احنا لحد الان مكتفيين بالاف ام. ارجو ان اكون وضحت الفكرة وشرحت ما هو نظام الدي اي بي والدي اي بي بلس اللي هو اصدار احدث من الدي اي بي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.